شوف انا هاي البنية خطية فقيرة قاعد تلم القواطي وقاعد تروح شو تسوي تحطهم بال هذا القواطي اللي بيها دفع. فهذا الولد طاح كم قطية وساعدها تطلع وقت الفجر عم تلم عم تشوف الكرامة مالتها عم تلحد يضايقها. وهاي الله يرزق من يشاء. لهذا السبب هاي المواقف اللي تخليني انه احاول هالقناة اطورها عم اساعد هيك ناس يعني يستحقون.